كنت محروم من العطف والحنان ما كنسول. انا كبرت يتيم، با خلاني في كرش امي، امي عاش معها واحد المده، انا عشت يتيم في المغرب. لا لا العائله، العائله ما كانش، ما كاين العائله الا الوالدين، الوالدين هما اكثر، الوالدين هما كاينش اللي بغى لك الربح في الدنيا الا والديك وبالخصوص الام. كنت محروم من الاولاد ومحروم من الحباب، وعلى يديهم صبحوا عندي احباب خارج الوطن وداخل الوطن، صبحا عندي الحباب في امريكا وصبحا عندي في اوروبا وفي الشرق الاوسط. متابعينا كيف ما تبعتوا حنا وفينا بالوعد، يعني مجموعه من الناس طلبوا منا اننا نزوروا با محمد ونقربوكم، يعني الحياه كيفاش ولات العكس ما كانت. اول ناس جاوا على يديكم فرشتوا ليا وكريتوا ليا وجبتوا لي الحوايج ديال اللبس وجبتوا كل شيء من دار من على حساب المحسنين. يلاه نض عليا هذاك الشيء اللي كنت كنعس في الارض، يلاه واحد الرجل ما بقيتش نقدر. كان كورونا كانت هذاك المرض ديال اش كيقولوا كان كيطيحني في الزنقه. متابعينا الاشواق تي في، تحيه لكم في كل مكان وفي هذا الزمان، زمن الحب، زمن التضامن والتعاون والتآزر. شكرا لكم، شكرا لكم على وقوفكم مع جميع الحالات الانسانيه، الحالات اللي في وضعيات اجتماعيه صعبه، الحالات اللي كنصوروها باش تساعدوا معاها وباش توقفوا معاها. با محمد من بين الحالات اللي كانت كتنعس حدا محطه ولاد زيان، صورت معاه وفتقتي في الله سبحانه وتعالى وكذلك ثقتي فيكم انني قلت ليه راه انا كنوعدك ما بقيتيش غتبات في الزنقه. وفعلا من بعد ما حطينا الفيديو ديالو دخلوا ناس من داخل ارض الوطن ومن خارجها، شباب شابات ناس كبار وصغار، وقفوا وتساعدوا معاه. ومن با محمد اللي كان كينعس يعني بقرب محطة ولاد زيان، اليوم أصبح با محمد كينعس في بيته وساد عليه وعنده مينطة وعنده فراش وعنده حباب كتسول فيه وعنده ناس كيهمهم أمره. اليوم زرناه، علاش زرناه؟ لأن مجموعة من المتتبعين راسلونا وطلبوا منا أننا نجيبوا الجديد عليه وكيدايرة حالته، واش باقي حنا كنتصلوا به، واش باقي كنتواصلوا معاه، واش باقي متبعين الحالة ديالو. لأن هذا هو، هذه هي خدمتنا. ملي دمجنا العمل الاجتماعي مع العمل الصحفي اصبح هناك تتبع لجميع الحالات الاجتماعيه وكذلك الانسانيه اللي كنصوروها واللي كنخدموا معاها، وبا محمد كان واحد منهم. حنا كنا غير سبب، والكمال على الله سبحانه وتعالى وعليكم، لانكم بوقوفكم معاه انقذتوا انسان في الثمانينات من عمره، عاش في زمن ثلاث ملوك من التشرد. با محمد لاباس؟ الحمد لله لاباس اسيدي، الله يطول عمرك. نشد الميكروفون ولا انا نشدو؟ ماشي مشكل، كي داير امرك بعدا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله تعالى، اول مره اول مره الحمد والشكر لله تعالى. الله تعالى تبارك سخر لي هاد الناس، سخر لي هاد الشباب. انا كنت مكرفس في الزنقه وعندي مهنه وما كنتش قادر عليها، وجمع لي الكرا وجرى لي مول الدار، وصبحت مجرد في نقا سنين وانا كنعس في المحطه ديال زيان، نفرش الكرتون ونغطي بالكرتون. جاوا هاد الناس هاد الشباب وطاحوا فيا في هذيك الحاله، وعملوا معايا استجواب وصوروني في هذيك الحاله اللي كنت كنعيش فيها. وجاب الله تعالى تبارك الرحمه ويد الرحمه على يديهم، ناس داخل الوطن وخارج الوطن. كنت محروم من العطف والحنان، كنت محروم من الاولاد ومحروم من الحباب، وعلى يديهم صبحوا عندي احباب خارج الوطن وداخل الوطن. صبحوا عندي الحباب في امريكا وصبحوا عندي في اوروبا وفي الشرق الاوسط وداخل المغرب، باقي المغرب الحمد لله، باقي المغرب خارج الوطن وداخل الوطن. يعني با محمد الحمد لله، يعني الناس عرفوا كيفاش كنتي عايش قبل، صورنا معاك، ناس تعاونوا معاك. بغيت نعرف هذه الفتره هذه يعني كي دازت عندك، من بعد انسان كان كيعيش واحد السنوات في الشارع، الان ولا عندك بيات ولا عندك يعني محل كتدخل ليه وترتاح فيه؟ يا الحمد لله، يا ولا عندي محل. اول ناس جاوا على يديكم فرشتوا ليا وكريتوا ليا وجبتوا لي الحوايج ديال اللبس وجبتوا كل شيء من دار من على حساب المحسنين، ولكن الوقفه ديالكم انتوما اول محسنه اللي عطاتكم مبلغ كريوا ليه وفرشوا ليه، وفرشت لي الحمد لله، فرشتوا ليا وكريتوا ليا وجبتوا لي الحوايج ديال اللبس، وصبحت اليوم الحمد لله جا السبب على يديكم، صبحت كنعيش مزيان، صبحت مفرش وصبحت مغطي وصبحت مستور من الزنقه، وانا ما قد على زنقه، ما بقاتش عندي الصحه ديال يلاه نض عليا هذاك الشيء اللي كنت كنعس في الارض، يلاه واحد الرجل ما بقيتش نقدر. كان كورونا كانت هذاك المرض ديال اش كيقولوا كان كيطيحني في الزنقه على ظهري، عمل لي العين وعوج لي الفم طانسيو. كان عندك
طونسيون. والحمد لله جات ساب على يدهم ذاك الناس اللي رحموني وشدوهم لعندهم ذاك البركه وسلموها ليا، شريت بها ادويه وشريت بها الحمد لله، وصبحت كنعس مزيان وكناكل مزيان، والله يسترهم حتى هما ويستر والديهم، لان الاسباب جات على يديهم. الحمد والشكر اليك يا رب العظيم على فضلك واحسانك، وانا كنشكر المحسنين وكنشكرهم، والله هو اللي غادي يجازيهم ماشي انا. واخا محمد اسمح لي نسولك، دابا شحال هادي ملي كنت يعني كنت حدا ولاد زيان، كنت كتفيق في الصباح كتقضوا تما تجمع مع ناس تما، بغيت نعرف دابا اش كدير في النهار؟ النهار اسيدي الاغلبيه كندوز الاغلبيه الوقت المسجد، كنتعطل فيه وكنجي لهاد الجريده نيت دابا فين جالس معايا، اغلبيه كنريح فيها هي، كيعرفوني ناس هنا، كيعرفوني ناس ولاد الحرفه ديالي كيتجمعوا هنايا البولانجيه، كنجلس ونهرد معاهم النا وندوز معاهم الوقيت، وهذا هي الشكوى ديالي. وكندلع على هاد الرجل ما خلانيش ندلع، لان انا ندلع غنمشي على الفرار، لان هذا ديال ولاد الحرفه ديالي اللي شافوا الفيديو ديالي وكيسلموا عليا وباغيين يشوفوني وكيقول لي تجي عندنا، ولكن الرجل ما خلاتنيش باش ندلع. والحمد لله والحمد لله. غير باش يفهموا الناس، لان الرجيله ديالو يعني كضروا، علاش؟ حيت في هذيك الفتره اللي كان كينعس في الزنقه شدت فيه البروده، دابا قدروا وان شاء الله يعني غادي يمشي عند الطبيب، راه كيدير لا دابا الدواء كيدير لا الماساج، ولكن غادي يمشي عند الطبيب غادي يدوز ان شاء الله، وغادي يعرف شنو عنده، لان هو عارف عنده غير البروده، وان شاء الله غادي تتبع الدواء ديالك وغادي تنصح باذن الله. البروده هي اللي عندي، كنت كنعس في الدس مفرش غير الكرتون، وكان ديك الايامات الشتيوة والارض بارده وجراو هنا من المحطه، وكنعس على باب الجامع، راكم لقيتوني باب الجامع. ودابا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، جا التيسير على يديكم. الله محمد غنفكرك في واحد النهار كنت اتصلت بك، كان العيد ديال الميلود وعيطت لك مع الصباح وباركت لك العيد، وبديتي كتبكي قلتي لي يا عمر شو هذا عيطتي يبارك لي العيد. واشنو انا الى حد الان انا كنستعجب، لان علاش انا كنقول لهاد الناس ومنكم انتوما كنت محروم من العطف والحنان، ما كيسول انا كبرت يتيم، با خلاني في كرش امي، امي عشت معها واحد المده، انا عشت يتيم في المغرب، اسيتي من المهنه ديالي، علاش تحزيت انا للبران؟ حيت فيه النعاس وفيه الماكله وفيه كل شيء، فيه الصابون فيه كل شيء، هذاك الشيء باش تحزيت انا هذيك المهنه هذيك. وفي الاخر اصبحوا عندي احباب، وصبحوا عندي اولاد، وصبحوا عندي خوت، انتم الاولين، انتم الخوت الاولين، انتم اللي لجيتكم المصير، هما انتم. لو كما كنت انتم في غادي نعرف انا هاد الناس في الامريكان، ونعرفهم في فرنسا، ونعرفهم في الشرق الاوسط، ونعرفهم في السعوديه، ونعرفهم في اي مكان. الحمد لله الناس اللي اتصلوا بك بغاوك حبوك، بحال شافوا شوفه ديال الاب ديالهم. بالنسبه لنسولك يعني الفيديوهات ديالك راه تلاح وشافوا يعني الملايين ديال المغاربه، واش اتصلوا بك يعني الابناء ديالك شي واحد من العائله الاسره ديالك، ولا معيط لك شي واحد؟ والو الشريف والو، الاسره ما بقى عندي حتى شي حد، لا لا العائله، العائله ما كاينش، ما كاين العائله الا الوالدين، الوالدين هما اكثر، الوالدين هما ما كاينش اللي بغى لك الربح في الدنيا الا والديك، وبالخصوص الام، الام وهاد الناس اللي اتوني وفرحوني، انا كندعو من هاد المنبر يتهلاو في الام، يتهلاو في الام، هي اللي كتبغي الخير لولدها وتبغي الخير لكل جوجها وتبغي الخير لاي واحد ضرب معك تماره اكثر من الاب. الوالدين هما كلش، ولكن الام، الام اللهم لك الحمد، الله يسترهم هاد الناس، هاد المحسنين اللي داروا معايا مزيان، وانا جمعوني من الزنقه وصبحت انا كنتغطى ونتفرش، الله يعطيهم الخير والله يخلف عليهم، اللهم انت علي يسترهم ويستر ولادهم، اللهم انت علي يسترهم في الدنيا وفي الاخره، يا ربي يا ربي يسترهم كما استروني، يا ربي ترحمهم كما رحموني، يا ربي تفكرهم كما فكروني. يعني شنو تبغي تقول لهم؟ ها وتشوف الكاميرا، شنو تبغي تقول لكاع الناس اللي عاونوك وقفوا معاك يعيطوا لك في الصباح في العشيه وكيسولوا فيك كيهمهم امرك؟ هاد الناس اللي وقفوا معايا وحنوا عليا، كنبغيهم من هنا، كندعيهم من هذا المنبر الله يسترهم ويستر والديهم ويستر لهم الوليدات بالفضل ديال الله تعالى. انا كنحمد الله وكنشكر الله تعالى اللي سخر لي الله هاد الحباب داخل المغرب وخارج المغرب، وقفوا معايا وكنت مجرد في الزنقه وباقي رجلي الى حد الان ما كنقدرش نزيد به في النعاس ديال الدز ديال الزنقه، ولقيت هاد الشباب وقفوا معايا، هاد الشباب وسرحوا الفيديوهات ديالي عبر العالم، وصبحوا عندي احباب وصبحوا كيزوروني بجيبهم وبكل شيء ديالهم، الله يسترهم ويستر وليداتهم ويستر والديهم اللي ربوا فيهم العطف والحنان، كيف يكرموا الفقراء والمساكين ويجمعوا دعاوي الخير، ما يفيدهم ويفيد الوالدين غدا يوم القيامه، الله يستركم، الله يستركم ويستر وليداتكم. بو محمد نعم،
كنتمناو ان شاء الله حنا غادي نبقاو معاك راه كيف ما وعدناك يوميا كنعيطوا ليك كنسولوا فيك الحمد لله، حنا مازال غنسولوا فيك ان شاء الله ومازال نشوفوا حالتك يعني احسن ان شاء الله، مازال غدوز على هذه الرجيله تعرف شنو عندك يعني وتاخذوا ديالك. متابعينا كيف ما تبعتوا حنا وفينا بالوعد يعني مجموعه من الناس طلبوا منا اننا نزوروا با محمد ونقربوكم يعني الحياه كيفاش ولات العكس ما كانت. كنبغي نشكركم وكنبغي نحييكم لان صراحه بحال هاد الحالات اللي كنخدموا معاهم وكنلقى المغاربه من داخل ارض الوطن ومن الخارج تعاطفوا معاهم وتساعدوا معاهم، هذا ما كيدل على اعتزازنا وافتخارنا بتمغربيته وبانتمائنا لواحد المجتمع مغربي يعني انه كيحب بعضياته وكيوقف وكيتساعد كيحسوا بالحاله كيتصلوا كيبكيو كيبكيو على كيبكيو على ودها يعني كنحييكم وكنشكركم وكنشكركم صراحه على الثقه ديالكم اولا فينا وفي جميع الحالات اللي كنشتغلوا معاها وكذلك الحالات اللي كنصوروا معاها كتثقوا فيها وكتساعدوا معاها وكتوقفوا معاها وكتحسوا بها بقلبكم ماشي غير كتفرجوا في الفيديو. كنحييكم وكنشكركم وان شاء الله يعني حنا باقيين على وعدنا وباقيين اننا غادي نوقفوا مع بزاف ديال الحالات اللي كيعيشوا واحد الوضعيه اجتماعيه صعبه. متابعينا كان معكم حمزه مندوب خلف كاميرا عز الدين الساطوري لنا الصوره ولكم التعليق، تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.